معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. دلالة هذه الرسائل الواجهة اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي للمزارعين ودعوته للجهود أكثر لتوفير الأسمدة للمزارعين خلال الفترة المقبلة. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك شكرا جزيلا. والحقيقة فعلا الدولة المصرية في الفترة الأخيرة كان بتولي ملف الزراعة اهتمام كبير، والاهتمام بالمزارع المصري وحياة المزارع المصري، مش بس بتوفير المستلزمات ولكن أيضا بتوفير حياة كريمة له ضمن مبادرة حياة كريمة اللي الدولة خصصت لها تقريبا ما يقرب من تريليون جنيه. كمان موضوع السماد زي ما حضرتك تفضلتي، موضوع السماد ده من الملفات اللي الدولة بتقدم فيها دعم كبير الحقيقة للفلاح. خلينا نقول ان طن السماد دلوقتي بيوصل في بعض الاوقات لاكثر من $1000 سعره في السوق الدولي، وده بيتم تصديره. النهارده الفلاح بياخده تقريبا بيبقى واقف عليه اقل من 4500 جنيه للطن، فده فرق كبير جدا بتتحمله الدوله المصريه علشان يوصل السماد للفلاح المصري. كمان الوزاره بتحاول تقدم جهد كبير في ان هي تضمن حوكمه منظومه تداول منظومه الاسمده بحيث انها توصل للفلاح ب او مستحقيها الفعليين وفقا لنوع الزراعه واحتياجات الارض، وده بيتطلب عمليات جهد كبير. ويمكن الدوله اطلقت مشروع كارت الفلاح، وبدانا في مشروع لحوكمه تداول منظومه الاسمده علشان في النهايه يفضل مستلزمات الانتاج المقدمه للفلاح سعرها مناسب ويقدر ان هو يشتغل في عمليه الانتاج. حتى التقاوي كمان الدوله ايضا بتشتغل عليها وبتحطها ضمن اولوياتها، والدوله اطلقت البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر والفاكهه محليا، وده امر مهم جدا. كنا بنستورد هذه التقاوي، النهارده بيبقى عندنا الاصول الوراثيه ليها الحمد لله. كل المحاصيل الاستراتيجيه تقريبا التقاوي بتاعتها بتطلع محليا من عندنا من مصر، وده نقطه ايجابيه ومهمه. اضافه لان زي ما قلت لحضرتك كل المستلزمات الدوله بتحاول تعمل على توفيرها للفلاح باسعار مناسبه، ويكون في يعني حرص على متابعتها ومتابعه عمليه وصولها للمواطن المصري او المزارع المصري عشان يوصل المنتج النهائي للمواطن المصري باسعار مناسبه. حجم الاحتياج المحلي للاسمده وايضا حجم التصدير المستهدف. يعني الحقيقه احنا عندنا 7 مصانع سماد كانوا متاحين في السوق. المصانع دي كانت بتنتج انتاجها، وكنا بناخد منها حصه بتعادل حوالي 55% من انتاجها بتقدم للسوق المحلي مدعوما لصغار المزارعين باسعار يعني اسعار اقل بكتير جدا من مثيلاتها في السوق الدوليه زي ما قلت لحضرتك، بتبقى في حدود 4500 جنيه. النسبه دي بتعادل تقريبا بنتكلم في حوالي 250 او 260 الف طن كل شهر بيتم متابعتهم واستلامهم من الجامعات من الشركات وتوصيلهم للجامعات الزراعيه عشان يصلوا الى المزارع المصري. فدي الكميه بتاعتنا. السوق الدولي لا الحقيقه فيه احتياج كبير للسماد، وشايفين في حجم طلب دولي كبير جدا على السماد، ولكن رغم ده الدوله بتقدم كل ما لديها من امكانيات من اجل ان يصل السماد ومستلزمات الزراعه الى الفلاح المصري باسعار مناسبه. بشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه.